شهر رمضان موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وقد مضى منه أكثر من الثلث، وقد وصف الله تعالى أيام هذا الشهر بأنها أياما معدودات، وإذا كانت أياما معدودات فسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها. لذلك ينبغي أن نجتهد في هذه الأيام والليالي وأن نتزود فيها بزاد التقوى، فإن الإنسان عمره قصير والأجل مغيب عنه، وكل يوم يمضي يقرب الإنسان من الموت والدار الآخرة ويبعده عن الدنيا. ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.